اليوم سوف نوقع على مذكرة تفاهم من خلالها نعمل سويا على البحث عن فرص الشراكة في مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني، مشاريع تكون من خلالها نستعمل كل التكنولوجيا الموجودة وكل الخبرة المكتسبة من خلال المشاريع المختلفة اللي هي العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتكون هذه المشاريع مشاريع رائدة في الجزائر من أجل إطلاق مشاريع أخرى، وربما تكون احنا القاطرة لتطوير هذا المجال في الجزائر إن شاء الله. حقيقة احنا في الفترة الأخيرة طرحنا مبادرة وسميناها مبادرة الأمن الغذائي العربي. المبادرة باختصار شديد والحمد لله يعني تتزامن مع القمة هذه العربية، هناك أولويات وهي الأمن الغذائي. المبادرة تتحدث أن هناك 42 مليار دولار هي قيمة ما تستورد الدول العربية سنويا من احتياجاتها من الغذاء، وللأسف هذا المبلغ كبير جدا ضخم جدا، لكن بالنسبة لنا في النهاية يدلل أن هناك فرص كامنة، معناها في فرص ب 42 مليار دولار. فطرحنا مبادرة وركزنا على الخمس محاصيل أو الست محاصيل ونشرناها إن شاء الله ووزعناها للدول والمنظمات والبنوك حتى نستغلها وننفذها. فنأمل إن شاء الله أن نحقق من هذه المبادرة ولو الحد الأدنى من الغذاء. أعتقد الدول العربية أنا أجزم بأن لديها من الإمكانيات والموارد، وخاصة الجزائر يعني من المياه، البلد ما شاء الله فيها بنية تحتية، فيها كل متطلبات ومقومات الاستثمار الناجح،